كلما كان التعرف على تفشي كوفيد-19 أبكر، كلما كان من الأسهل ضبطه ووقف انتشاره. ماريا عاملة صحة مجتمعية، تبحث دائماً عن المعلومات حول حالات التفشي المحتملة الجديدة لكوفيد-19 في مجتمعها، وهي تعثر على هذه المعلومات في أماكن مختلفة. قد تسمع إشاعات من السوق، أو ربما ترى شيئاً مكتوباً على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قد تخبرها مصففة شعرها بأمر ما. مهما كان مصدر المعلومة، تعرف ماريا أنه يجب أن تأخذها بجدية وتبلغها لمشرفها. تسجل ماريا أي معلومات تسمعها بشأن تفشي كوفيد-19 المحتمل على دفتر أو على هاتفها، وتحافظ على سرية المعلومات الشخصية. تقوم بتحضير سجل كل يوم، حتى لو كان الشيء الوحيد الذي تكتبه في ذلك السجل هو مجرد جملة أنها لم تسمع عن وجود أي حالات كوفيد-19 مشتبه بها. يخبر صيدلاني محلي ماريا عن تجمع في قرية قريبة ضم 15 شخصا في بيت واحد، وبعده أصيب بعض الناس بحمى وسعال. تدون ماريا معلومات الوقت والمكان وأي معلومة تعرفها عن التجمع، مثل الذين حضروه وأعراضهم، ثم تبلغ مشرفها بهذه المعلومات. يقوم مشرفها بالتحقق من المعلومات ويؤكد أنها قد تكون دليلاً على تفشي محتمل لكوفيد-19. ثم ترتب ماريا فريق الاستجابة السريعة لزيارة القرية التي أقيم فيها التجمع. يجد الفريق حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، ويتم التأكد منها بالاختبار. يرتبون لتوفير الرعاية للأشخاص الذين يعانون من أي أعراض حادة، وأي شخص معرض للخطر بشكل خاص. توفر ماريا الدعم لأفراد المجتمع الذين يمكنهم العزل والاعتناء بأنفسهم في المنزل حتى يتعافوا. بعد مرور 14 يوما على الأقل، يتوقف ظهور أي أعراض أخرى لكوفيد-19 على الأشخاص، وتؤكد النتائج السلبية من الاختبار أنهم قد تعافوا. تساعدهم ماريا على العودة إلى أسرهم. ساعدت ماريا الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ومن خلال الإبلاغ عن العلامات في وقت مبكر منعت الفيروس من الانتشار.